خلفتيني تلفتي حالي على قد ما اديتيني اخدت ودفعت مهر غالي مشيت وراك يا دنيا غرتيني تلفتي حالي على قد ما اديتيني اخدت ودفعت مهر غالي لعبتك استغماية وكان وصلها لعبك ايه؟ قلبوا عليك المواجع؟ مواجع ايه بس يا متر؟ ده كلها سواد الليل وافك من هنا. ماشي يا عم. بس المهم يا حربي لما تخرج ما ترجعش هنا تاني ابدا. ارجع؟ ده انا حالف معدت بامه تاني. ابقى افتكر كلامي كويس يا حربي. ده تنساه خالص. وقبل ما تستخدم دي استخدم ده. بس ساعات برضو الحل ما بيكونش غير في دي. ماشي يا حربي، اضرب. بس لو ضربت ما تعورش. وإن عورت ما تقتلش. أهم من كل ده يا حربي بسرعة وما تخليش أي حد يشوفك ولا يمسك عليك حاجة. كلامك حكم أبو صلاح. حلقة في وداني عمري ما أنساها. الله توحشني يا حربي. وأنت كمان هتوحشني. أوه هانت، كلها كام شهر خلص مدته وحصلك. تفتكر هنتقابل تاني؟ أكيد. دنيا صغيرة يا حربي. زي ما بيقولوا في المثل مسير الحي يتلاقى. هستناك. وأنا هاجي لك يا حربي. عشان عارف انك واد جدع وصاحب وجه. يا ريت والله يا ابو صلاح. او على الاقل يعني ارد لك جزء من جمالك اللي غرقتني بيها طول السنين اللي فاتت دي. يا راجل جمالي ما تقولش كده عيب. لا يا ابو صلاح، السجن علمني كتير، لكن انت علمتني اكتر. المهم يا حربي، اتعلمت مني ولا من السجن ولا من الايام الغامقه؟ اللي اتعلمته ده يا حربي اوعى تنساه ابدا. مش هنساه يا ابو صلاح. اشوفك على خير يا حربي في الدنيا الواسعه. خلي بالك من نفسك وانت كمان.
على بركة. قوم يلا بركة. ايه انا قمت اهو خلاص قمت. يلا ياض قوم اغسل وشك. هو كل يوم ما انا غسلته امبارح. امال ياض لو قلت لك قوم استحمى يا بخلع هتعمل ايه؟ قوم خلينا نشوف اكل عيشنا خلينا نخلص. صباحنا وصباح الملك لله. ماشي انا جاي وراك يا زينة جاي وراك على طول. رجلك في المكتب قبل ما تخش. خش 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 معاك يا ست معاك يا بيك يا اي حاجه قديمه للبيع اي كراكيب قديمه للبيع بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا بيك يا. يلا يا ابني نزل بسكريت اهو. يلا أكرم بفين؟ مكتبه فوق، اتفضل معايا. نهارنا فاتح إن شاء الله يا معلمة، بصي بصي بس. صباحك نادي يا ست الكل، النهاردة جايبين لك بضاعة إيه؟ تستاهل بقك. بطل على باندا يا، وأنا هاكلها، إيه بقك وعينك دي؟ أبا ضايع برنسيسة. شوف العيال جايبة إيه. بس هذا أبو الليحة، أنتوا ليه محسسين إنكوا توأم؟ ولا أول مرة تقفوا جنب بعض ولا إيه ظروفكوا؟ اللهم طولك يا روح. خلاص يا زين. أنت تؤمر يا معلمة. إيه نظام البضاعة؟ أنا بضاعة يا معلمة؟ أنا مش شايف غير الاتنين دول. قصدك على الحديد؟ فيستك كرايا يا بضايا ما تظبط امال ايه السكه اللي وعديه ما البضاعه زي الفل قدامك اهي. اخلص يا اللي جه هنا يخلص. انت ما قريتش ليه افتح الباب وانت داخل ولا ايه؟ الدخول في صمت والخروج في صمت اكتر. نادي على عيلتي تم البضاعه اخلص. كوتش دورهم سيد الناس. لاعب يا معلم. قلب ياض. الله الله ما بجرح يا اخويا منك ليه؟ ده البضاعه لسه تمنها فيها. الله دي فلوس اصل يا جدعان. فلوس ايه؟ فلوس ايه؟ حوش حوش يا واد اللي يشوف كده يقول بتعبي من ورث امك وتيجي تكب في حجري. اما انت واد خايب صحيح. حرب يا ابو العين المهد. ايوه انا قوم فاز يلا كلم حضره الظابط. حرب يا ابو العين المهد يا باشا. صباح الفل يا باشا. كان محكوم عليك بكام سنه يالا؟ خمسة سعادتك. سرقة؟ لا يا باشا خناقة. بلطجي اروح امك؟ لا يا باشا ده منظر واحد بلطجي ده انا طول عمري ماشي جنب الحيط واتعشى وانام على طول سعادتك. امال دخلوك السجن ليه؟ اهو يا باشا طيش الشباب بقى. ودلوقتي كبرت؟ وعقلت سعادتك. ولو ما عقلتش احنا نعقلك. ان شاء الله يا باشا مش هتسمع عني غير كل خير. المنطقة هنا مش ناقصة لا باشا. لو اسمك عدى عليا هفرمك. يا باشا انا ناوي امشي جنب الحيط زي ما قلت لسعادتك وكفى الله المؤمنين القتال. انت هتفتي يالا ولا ايه؟ خلاص يا باشا انا اسف انا خلصت خالصه. انت عليك سنه مراقبه. يعني المفروض كل ليله تسلم نفسك هنا وتبات في القسم. بس المشرحه مش ناقصه قوتك. احسن لك تمشي عيد اللي هوديك ورا الشمس، فاهم يالا؟ فاهم يا باشا فاهم. انت واقف بتنح كده ليه؟ ما تغور من قدامي. مع السلامه يا باشا. مع
75 بلبل يا معلمة. طب ما نفكك لك العربية وتاخدها بالمرة يا معلم. لا خفيفي اواه، ضحكتني الصبح، ادفع لهم يا بضايا ويخلص. لا والنعمة ما ينفع الله. ده احنا طفحنا الكوتة يا معلمة لغاية ما لمينا البضاعة دي. طب اقول لك على حاجة، والنعمة تبقى البيعة خسرانة. يعني يديك نخسر يا معلمة. خلاص يا بركة، انا ما يهونش عليا ازعلك. ابضايا زين وبركة مستشوين البيعة، قول العيال ترجع البضاعة تاني العربية، بين البيع والشارع يفتح الله. هو يفتح الله يا معلمة، رجع ياض. ايه يا معلمة بضايا في ايه بالرأي؟ يا جدع استنى منك ليه، انت ما صدقت ولا ايه؟ الله ده رأي معلمة انشراح، هي دي أول مرة نتعامل فيها مع بعض ولا ايه؟ ده رزق يا معلمة، وقطع رزق حرام. أنا اللي كسر كلامي ما يلزمنيش. زين المعلمة عندها حق، احنا اللي غلطانين. غلطانين في ايه يا سبارك؟ هو محدش برضو يستدعي يكسر كمل المعلمه برضو يا زين. ايوه ما هو برضو يعني الكلام اللي بتقول المعلمه ده ما يجيبش همه. معلش عشان خاطر انا، تتعوض المره الجايه ولا يا معلمه؟ انا بحبك لله في الله يا واد يا بركه، ومش هرجعك مكسور الخاطر ابدا. تعرف ان انت اللي بتفهم اللي فيهم؟ زودهم 10 كتير يا معلمه، ما لو كل واحد هنزود له 10 جنيه كنا قلبناها محل بقاله. بقى انت هتكسر كلام المعلمه ولا ايه؟ عليا النعمه كلامها ما ينزل الارض ابدا. ابقى بضايع ابي يا جدع، خلينا نخلص من اليوم اللي مش ناوي اعدي ده بقى. ابا ضايع يدفع لهم واخلص. هات يا عم زين، بتعد ايه؟ خليهم ببركتهم، يدوب العزه يا معلمه. سلام. يلا زين، يلا يلا. العيال دول بليه حاوة يا معلمة، بس دمهم خفيف وشغيلة. بس الواد زين ده لسانه زالف. انطول اصوله. هيحصل بإذن الله، هيحصل. حجر خلص، انا هروح كفاية كده. روح هاتلي العربية، تعالى وصلني وارجع تاني على هنا، لم الإيراد وظبط حساباتك وهات الإيراد وتعالى لي على البيت. انا يا معلمة انا يا عم رزق، ما تخف ايدك على العربيه شويه، شايفها ليموزين يعني. ايوه خف الميه شويه يا عم رزق، ده العربيه بوش في ايدك. ايوه يا واد يا بركه، ملعوبه حمتنا بس. ملعوبه على كيمو. ماشي من شاه. ايوه يا ليك. وبعدين يا دي بركه، الناس دي هتفضل تاكل عرقنا كده ونسكت لها ولا ايه؟ يا عم ربك على المفتري يا عم. قالوا الفرعون ايه فرعانك؟ ده عم فوت، ما حلو الحمد لله، فوت يا اخي. والله ما انا عارف هنفضل نفوت لحد امتى. الشاي المية مية للناس المية مية. تسلم ايدك يا كيمو اهي. حبيبي بركه. قال كيمو امرني عمنا. معكش حاجه تعدل الدماغ؟ طلع اللي حليح وانا ابرز. قول يا اخويا. امسك. ايوه جاي. ايه يا عم زين؟ روق بقى كده امال، روق. والله ما انا عارف بقى الدنيا هتفضل معانده معانا لحد امتى يا بركه؟ لحد ما تلعبها كيكه على العالي يا زين وتنط فوقيها. انا حربي حربي، وحشنا حربي، وحشنا هو حربي. ايوه اخويا، عشان كده في الخمس سنين اللي فاتوا كنت كل يوم والتاني بتيجوا تزوروني في السجن. جرايا زين يا اشقر، كنت نايم في حضنك ليله امبارح ولا اتصيت في نظرك ومش شايف من واقف قدامك؟ عليا النعمه انا ما مصدق نفسي،
معقول يا ادم 5 سنين عدوا بالسرعه دي؟ الله يخرب بيت عقلك، كنت عايزه متر اكتر من كده كمان انا ولا ايه؟ مش قصدي يا صاحبي، تعال تعال. ولا كيمو احلى كوبايه شاي عندك لحرب المهدي، صاحبي وحبيبي واخويا كوماندت الحته دي كلها. اقعد يا حرب اقعد. والله زمان يا صاحبي. خرجت من السجن امتى؟ النهارده الصبح نقلوني من اللومان على القسم، واول ما خرجت من هناك قلت اجي المنطقه اشقر عليكم واشوف اخباركم ايه. اخبارنا والله اخبارنا لا تسر عدوى على حبيبي يا حربي، ساعة ما خدوك مننا والكيكه نزلت في الواطي على الاخر. ولا يهمكم، الدنيا دواره ومسيرها تروق وتحلى، وما دام حربي وصل يبقى الكيكه هتطلع تاني في العالي، في العالي قوي 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 يا ولد. ايوه من بقك لباب السماء يا رب. الحمد لله على السلامة يا عم الشباب. الله يسلمك يا كيمو، عامل ايه؟ الحمد لله نحمده على اي حال. بالمناسبة الباب في حياتك في الست الوالدة، يعني هي جت متأخرة بس يعني ده حال الدنيا. تشكر يا كيمو. عملت لأم جنازة كويسة؟ اتسطرت يا صاحبي، وكانت ليلتها زي الفل كمان. كان نفسي أكون موجود وآخد عزاء بنفسي. معلش، ما احنا نشرب كوبايتين الشاي دول ونطلع نقرا الفاتحة كلنا. بقول لكم يا شباب، ما تيجي نقوم نروح المدافن دلوقتي، صح؟ يلا يلا. ما تستنى يا جدع ما يشرب الشاي بتاعه. يا عم الشاي معانا على طول، يلا يلا بس يلا. هو في ايه يا جدع؟ ايه ده؟ ده الواد حربي خرج من السجن يا جدعان. معقولة ال5 سنين لحقوا يعدوا بسرعة؟ الحمد لله على السلامة يا حربي. أنا بقالي زمن مستنيك. كل واحد منا خد نصيبه يا معلم أبضايا. ده كلام برضه يا راجل، نصيبك لسه مستنيك. وبإذن الله هتاخده على إيدي يا حربي. طب ما يلا بقى زين بقى عشان نلحق الميعاد بتاعنا، يلا يلا يا حربي يلا. ولا كيمو، هساب الرجالة على القهوة كلهم عندي. يلا حربي يلا حربي يلا. سلام يا معلم. هو بضايا لسه عامل فيها فتوت الحرم؟ لا ده عقبال عندك بقى فتوت المنطقة كلها، وبيشتغل دلوقتي حساب معلم انشراح بتاعت الخردة؟ انت لسه فاكرها؟ وهي دي تتنسي؟ لا بس عبضايا كده ايه؟ شكله حطك في دماغه، انت لسه خارج من السجن يا معلم، سيبك منه. انا مالي بيه يا عم؟ هو في حاله وانا في حالي. المهم بس هو يسيبك في حالك. حكمت المحكمة حضورياً على المتهم حربي أبو العينين المهدي بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاس. ليش تفتكر أخويا؟ الله يرحم الجميع يا عزيز. مش يلا بقى، لحس أنا جعان قوي، وأنت تلاقيك كمان ما أكلتش من الصبح. ماشي يا كوماندا؟ ماشي. اتفضل. كنا عايزينك تجيب لنا شويه طلبات في الشقه عندنا. هوم دليفري يعني، الشقه مش بعيد. معلش انا اسفه جدا يا فندم، بس الخدمه دي مش موجوده هنا عندنا. احنا هنسيبك على الاخر. هنغنغي احنا الثلاثه وبس. اسفه، نمره غلط. انت اللي خسران يا جميل. في ايه يا دعاء؟ انا ماشيه. ماجده. ايوه يا استاذ فتوح. هي مالها دعاء؟ ابدا مفيش اي حاجه، على اذن حضرتك. هم مالهم دول؟ ايه يا دعاء؟ ممكن افهم ايه الجنيه اللي انت
بتعمليه ده؟ ده لسه باقي نص ساعه على شفت، ولو الاستاذ فتوح عرف يخلي بكره نهارك غم. يخلي اللي يخليه. انا خلاص بجد ما بقتش قادره استحمل. اكل العيش مر يا دعاء، واحنا لازم نستحمل. لحد امتى؟ لحد امتى؟ لحد ما ربنا يفرجها. شكلها مش باين لها فرج. بقول لك ايه يا بنت يا ماجده؟ ايه؟ الاقيش معاكي بس 10 جنيه لحد اخر الشهر. مرات ابوكي برضه. مقشطاني اول باول. معلش. انا عارفه ان انا بتقل عليكي، بس انا مش فاضل معايا غير 20 جنيه من المرتب. معلش يا ماجده عشان خاطري، ان شاء الله بس 5 جنيه. معلش. ماشي يا دعاء، عليكي 10 جنيه من الاسبوع اللي فات، وادي 5 جنيه يبقى عليكي 15 جنيه. ماشي يا بنت، كلك ماجده. ان شاء الله اول ما اقبض على طول هديكي الفلوس. بقول لك ايه، لو الاستاذ فتوح سال عليكي اقول له ايه؟ قولي له اي حاجه تخطر على بالك. اتهبلت، اتخبطتها عربيه، ماتت. اقول لك؟ قولي له ماتت. حلوه دي. يلا باي باي يا قطه. مساء الجمال يا فل الوردوش. يا بنت بيطلعوا امتى دول؟ يا بنت اتخضيتي كده ليه؟ كل ما تشوفيني تحسسيني ان طلع لك عفريت. ده انا قبضايا. اه صح نسيت، معلش يا معلم. معلش المره الجايه ابقى اخد بالي، وبعدين ابقى ارحمنا يعني شويه يا معلم من خداديدك دي. اخ خداديدك ان شاء الله اعمل لك طاسه الخضه واشرب لك منها خضه خضه. عسل والله يا معلم عسل. طيب معلش بقى انا مضطره انا اطلع علشان انا بجد تعبانه قوي، راجعه من شغلها هلكانه خالص. طب انا هفرط منك وبلمني حبه حبه. خد ايدك. ها ربنا ياخدك ويريحني منك. السحنه دي مش غريبه عليا، دي دعاء بنت عم نوفل اخو عم رزق بتاع الموقف. دعاء دي كانت بنت مفعوصه قبل ما ادخل السجن، هما 5 سنين يخلوها تتدور وتحلو كده، دي بقت فورتيكا. جرايا جدع ما تتلم امال. يا عم زين انا شكلي دخلت في الخط غلط ولا ايه؟ هو الخط مشغول؟ يا عم ولا خط ولا كارت بقى. الله انت هتعصبنا ليه؟ دي بنت عم نوفل برضه جارنا وحبيبنا، ما يصحش. الله اه على فكره نسيت اقول لك، صحيح اصل عم نوفل بعد امك ما ماتت يعني الله يرحمها خد البدروم كده من غير احم ولا دستور، وانت سكت على كده يا زين؟ يا جدع الناس لبعضيها في ايه؟ دول كانوا قاعدين في حقوق قد كده. قول لي بقى يا عم الاصول، لما عم نوفل وعيلته هيباتوا في مطرحي ابات انا بقى فين؟ في الشارع؟ ولا يكونش عم نوفل هيتبناني ويبيتني مع دعاء؟ يا جدع اتلم يا جدع بدل ما البسك طبق الكشري ده في وشك. الله تصدق بالله انت وحشني. ازيك يا يابا؟ الحمد لله. ايه اتاخرت ليه يا دعاء؟ معلش يابا ما انت عارف زحمه المواصلات، وكمان انا مشواري بعيد قوي، وقبضايا ده كمان اللي كل ما يشوف خلقتي يوقفني ويرمي بلاه عليا، يقعد يسبل لي في عينيه ويتمحلس لي. اما حاجه بقت تقرف. وماله يا حبيبتي؟ بيسال عليكي بيناقشك عشمان فيكي، فيها حاجه دي؟ لا كتر خيره قوي، هو يشوف له حد تاني بس هو يطمن عليه ويحل على قفايا. انا مرات ابويا انا مش ناقصاه. تاني مرات ابويا؟ ما قلنا غيريها، قولي يا خالتي يا عماتي. حاضر يا خالتي يا عماتي. حلو كده. ايه حلوه؟ ايه اللي جايباه ده بقى؟ ده رز بلبن يا مرات ابويا، جايبه لك انت وابويا. يا حلولي يا حلولو، رز بلبن يا ما جاب الغراب لامه. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ده بدل ما تقولي شكرا كتر خيرك يا مرات ابويا. شفت بنتك بتكلمني ازاي يا نوفل؟ البنت راجعه تعبانه من الشغل وجايبه معاها رز بلبن، ايه لزوم كلامك معاها ده؟ البنت بتحبك يا عطيات، والله العظيم بتحبك. يا اخويا قلقان الجوحة مرات ابوك بتحبك؟ قال اكيد اتجننت. قوم قوم شوف معاها اي فلوس. قوم. انت مش لسه واخده منها مبلغ كبير قريب؟ خالص صرفته على البيت، اكونش صرفته على امي؟ اشتريت هدمتين. ايه حرام يعني هناكل سلطه يا نوفل؟ ما تقول، بقول لك دي مكوشه فلوس قد كده. قول.
بقول لك ايه يا دعاء يا بنتي؟ خير يا ابو. عامله ايه في شغلك؟ ماشيه الحمد لله يا ابو. ربنا يعينك يا بنتي. تعيش يا ابو. جرى ايه يا راجل؟ كل ده وقعدت تسير معاها؟ ما تخلص وتجيب من الاخر يا نوفل. طب ما تجيب انت من الاخر يا مرات ابويا وتخلصينا كلنا. انا عايزك تحلي كيسك يا رحمنات يا موكي. وانت فاكراني قاعده على بنك ولا قاعده على تل فلوس؟ سامع يا نوفل؟ سامع بنتك بترد عليا ازاي؟ اسمعي مقصوفه الرقبه، احنا سايبينك داخله خارجه براحتك عشان خاطر اللي حليح يا اختي اللي انت بتدفعيها كل اول شهر. مفيش فلوس يبقى مفيش خروج، هتقعدي في البيت وتخدمي الراجل الطيب ده وتخدميني، انت فاهمه؟ عاجبك كده يابا؟ سايبها قاعده عماله تبيع وتشتري فيها قصاد عينيك وساكت؟ بقول لك يا دعاء يا بنتي، عشان خاطر انا هودع عطيات لا انت قدها ولا انا قدها. حاضر يابا. حاضر. اتفضل. يا حلولي، هم دول اللي هانوا عليكي؟ هم دول اللي معايا، بس دول ما يجيبوش حاجه. بكره ان شاء الله بقدم على سلفه من الشغل، بس ياكش يرضوا يدوهالي. طيب هستنى عليكي يا روحي وهقبل بدي مؤقتا طبعا، عشان تعرفي ان قلبي طيب هو اللي جايبني ورا. ممكن تسيبوني استريح شوية عشان أنا واقفة على كعابي من الصبح. وماله يا أختي؟ خش ريحي يا أختي، ريحي بالقوي. يلا يا نوفل، بنتك مش عايزانا نقعد معاها في الأوضة. عن إذنك يا حلو. أقول لك يا دعاء، أنا يا رب ماليش غيرك يا رب. توب عليا بقى، توب عليا بقى يا رب. على احلى سهره. اهلا يا معلم. مين يا بيت؟ ده المعلم قبضيه معلم. خليه يدخل، انا نازله. اتفضل. اعمل لك شاي ولا قهوه؟ شاي ولا قهوه؟ يا بنت انت شايفاني تلميذ؟ اسمعي يا سهره، هاتي لي ازازتين بيره مشبرين من الثلاجه بتاعتي، وهاتي لنا شويه مزه على حسابي. يلا. حالا يا معلم. يلا يا روح يلا. مية مسا يا برنسيسة. اتأخرت يعني يا بدار؟ اتأخر عنك الموت يا برنسيسة، عقبال بس ما الرجالة خلصوا فرز ولميت البضاعة والإيراد يعني. جبت معاك الفلوس؟ اه يا برنسيسة طبعا. طبعا جبتها. اتفضلي. اديهم من الشمال يا برنسيسة. رشوان ما اتصلش؟ لا، الإدارة بتاعته اتصلت وطالبين بضاعة. هو إيه حكايته الراجل ده؟ كل شوية يطلب بضاعة بضاعة بضاعة، وكل مرة يدفع نص التمن، ولما اتصل بيقول له فين الباقي؟ يقول لي مفيش بين الخيرين حساب، إيه النظام؟ يا برنسيسة رشوان بيه راجل كبير وليه اسم في السوق، ما يصحش يعني إن إحنا نقفش عليه. لا، أنا أحب أقفش قوي، وأحب أقفش قوي على فلوسي يا خفيف. وفلوسي ما بطمنش عليها غير لما بتبقى في عبي مش في خزنة حضرته. هلاوتك يا سهرة. ايه اللي انت جايباه ده يا بت؟ دول ازازتين بيرة مشبرين وشوية مزة طلب المعلم. ارجعي بيهم المطبخ تاني. امرك يا معلمة. غلط.
اكبر غلط يا برنسيسه انك ترجعي المزه مع البيره. بعدين يا برنسيسه احنا مش بنسهر كل يوم ولا ايه؟ ماليش مزاج اشرب النهارده، مزاجي متعكن. اموريني وقولي لي ايه اللي معاكني مزاجك وانا ايه؟ موضوع رشوان ده مضايقني قوي. ولا تشغلي دماغك، بكره الصبح هروح واخلص لك الليله كلها. بكره لما اتصلش او بعت الفلوس انا هروح له بنفسي واتكلم معاه. خلاص المشكله اتحلت، نسهر بقى وها. قلت لك ماليش مزاج اشرب. هي سيره ولا ما بتسمعش واتطرشت ولا ايه؟ ما اجيب لك شلت يا واد وتعالى مدد. راح فين يا برنسيسه؟ راح انام يا رحمان. طب على فكره يا برنسيسه انا اللي كنت مستعجل وعايز امشي لان انا عندي امتحان فيزياء وكان نفسي اراجع معاك النهارده بس مفيش نصيب بقى. يا سلام يا جدع. هو انا دلوقتي بس حاسس اني خرجت للدنيا، حاسس اني اتولدت من جديد واني لسه عايش. ادي عيش يا عم حربي اللي احنا عايشينها دي. تلاش يا زين، بكره كله هيبقى عالي العالي. على كتفك يا صاحبي، بس انت قول لي ازاي. بص يا زين، انا اتعلمت حاجات كتيره قوي في السجن، بس اهم حاجه بقى اتعلمتها ان لازم اعرف السكه اللي توصلني اللي انا عايزه. اهم حاجه ما تبقاش سكه اللي روح ما يرجعش. احمد ابوك يا شيخ. يا ريت والله يا زين، يا ريت. البقين لو حولك دماغك ولا يا ريت. يا عم يا ريت يا جدع ما نرجعش للفقر تاني. كيكه تطلع في العالي، في العالي قوي قوي قوي، وما ترجعش للوطي تاني ابدا. الكلام ده في السيما، في المسلسلات بس يا عم حربي. العيشه اللي احنا عايشينها دي ما ينفعش، صعب مستحيل. مفيش حاجة في الدنيا اسمها مستحيل. وقت البتاع اللي معاك دي. طب امسك امسك. اضرب لك نفسين كده ومخمخ لك دماغك وقول لي ايه السكة اللي هتطلعنا في العالي دي؟ ها؟ اي ايه السكة اللي هتطلعنا في العالي يا عم حربي؟ مش عارف. مش عارف. مش عارف ازاي؟ بكرة. بكرة يا زين تشوف كلامها يتحقق ولا لا، ساعتها تقول إن حربي عنده حق. لو أنت صادق ساعتها أقول حربي برقبتي. اشرب وبقين دول ويلا بينا. على فين؟ اشرب وهتعرف أما نروح. هو أنت قاعد تفوقني عشان في الآخر تجيبني كباريه؟ يا جدع انت نفوق ونخش نتعامل وبعد كده نخرب جوه. يلا استنى بس، نخش فين؟ هو انت قد سهر في مكان زي ده زين ولا تكونش عملتهم من ورايا وانا مش واخد بالي؟ ممكن تسمع كلامي بقى، احنا لينا ظهر جامد قوي، بس انت قول يا رب. تعالى يلا امشي بقى. امشي يا جدع هتتحظ. تعبان وكاشف ورقي ناشف. فكرك بس ما تفتكرني ولا اكون ضربت عليا عوارف. انا عن نفسي لما قصدتها في حاجه كانت واطيه، بس معاك انت اكيد هتفتكر طبعا. ولو قلت باصلها ولا اتنكت في حاجه قول لي، اخش اخرشم لك وشها ما خلوش لي. تعالى قلبك ابيض اشهر. خش بقى قرب بقى يا عم، خش بقى كمل قلبك كده. الله حربي، ازيك يا حربي؟ المفاجاه الحلوه دي يا ولا. وحشتيني يا بت. انت كمان وحشتيني قوي، انا مش مصدقه عليا. تعالى تعالى. عامله ايه؟ انا كويسه. تخرجت امتى؟ النهارده الصبح. يا حربي 5 سنين ده عمر تاني. اه كله بيعدي. ده انا لما شفتك معزين بره ما صدقتش، قلت مش ما قلت كون انت، لكن طلعت انت يا ولا. انت وحشني قوي يا حربي قوي. بس انت يا دنيا يعني بسم الله ما شاء الله كده، يعني البليه لعبت معاك على الاخر وقبيتي على وش الدنيا، وبقيتي حاجة تانية غير البت دنيا المفعوصة اللي كانت بتلعب معانا في الحارة. كل ما حد يقرب منها يكلمها ولا يضحك معاها ولا حاجة تقوم معيطة وتصوت في وشه. يعني هو ده بس اللي أنت فاكره؟ طب والباقي؟ الباقي ده، الباقي ده هو اللي صبرني ال5 سنين اللي قضيتهم في السجن. ده أنت وحشتني بشكل. وأنت كمان وحشتني قوي يا حربي. واللعبة خلصت